مركزة في الكرة الماضية، لكن تباطأت كثيرا في التعامل مع الكرة الماضية، وبالتالي الكرة ضاعت. حل من الحلول ضاع، نجاة خطأ للعبة الكونغولية على نجاة البدر، بطاقة مستحقة. أقل شيء ممكن وأنه تعلن عن حكمة هذه المباراة وتوزيع بطاقة حمراء على لعبة المنتخب الكونغولي. دفاع غير مبرر، دفاع كبير في المباراة ككل. في هذا التدخل، هذه بطاقة حمراء مباشرة. فاش تردد على كيبوي مونيك. كان القصد هو قدم نجاة بدري، وبالتالي الحكمة مطرودة. نذكر أنه منتخب الكونغو الديمقراطية سيكمل المباراة. شوف بكاء ياسمين مرابط متأثرة بال يعني دفاع ما تعودوش عليه في الفريق الوطني، سواء مع النوادي اللي لعبوا لها أو سواء مع المنتخبات اللي لعبوا أمامها. إشادة بالعمل أيضا من طرف عدد من أقل شيء بطاقة للعبة المنتخب الكونغولي. كان فيها تهور كبير للكرة الماضية من طرف المدافع بوينغا باكونغا. الفريق الوطني فاطمة الزهراء تكنو تفادي المباراة. كرة من إيمان ممتازة، إيمان من الجريمة، والتدخل من دفاع المنتخب الكونغولي. كاتي بعد الكرة من الطرف الأيمن، والخطأ تعلن عن حكمة المباراة لمصلحة الفريق الوطني. ياسمين مرابط في الكرة الماضية ما كانش الدعم من طرف باقي اللاعبات. كرة تعود من جديد للفريق الوطني. إيمان نحو غيزان. الشباك محاصرة، تتحصل على ضربة خطأ للفريق الوطني.